بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. لازم تنزل تديني الريسبكت دلوقتي، لان انا الوحيد اللي كنت متوقع ان السنغال اوت وان السنغال بره فكره تنظيم كاس الامم الافريقيه، حتى رغم الهري الكتير اللي كان بيتقال كنت عارف ان السنغال بره وان السنغال مش هتاخد تنظيم كاس الامم الافريقيه. كلام بقى اتقال على الحاجه فاطمه سموره، الحاجه فاطمه مش عارف مين، السنغال اوت، ودي حاجه انا كنت متاكد منها. بس بصراحه لازم تاني وتالت ورابع ترجع تدي ريسبكت للمملكه المغربيه وتدي ريسبكت للرجع. الراجل ده مهما تختلف معاه كتير، وانا عن نفسي مختلف جدا مع حاجات كتير بيعملها فوزي لاكجع، بس الراجل عارف ان هو يعمل نجاحات. رجع تنظيم كاس الامم الافريقيه للمغرب بعد غياب 30 سنه ب 22 صوت مقابل ولا صوت لملف نيجيريا ولا صوت لملف الجزائر. واحده من اكتر الحاجات اللي فيها ديسريسبكت للجزائر ان يتم اعلان ان هي ما خدتش ولا صوت، علشان خطر دي حاجه تخليهم يشاوروا 7000 مره على الجزائر ما انسحبتش، وان الجزائر تم اقصاها قبل الانسحاب، اللي هو حاجه فشيخه. اللي هو بص يا باشا، المغرب خدت 22 صوت للمره الاولى ان يبقى فيه اجماع غير طبيعي على ان في دوله تستضيف البطوله بالشكل ده. لازم برضو تدي ريسبكت تاني للمره المليون للملف المغربي، وتدي ريسبكت للجع، وتقعد تسال الوزير المصري دكتور اشرف صبحي علاش يا رجل، علاش يا رجل كنت طالع تتكلم امبارح وتقول ان مصر مستعده ومصر مش مستعده، والراجل النهارده طلع رئيس الاتحاد الافريقي وقال لك مصر ما ترشحتش اصلا، على ايه اصلا؟ والناس كلها كانت بتتكلم على ان في ملفين بس، وهو ملف السنغال وملف بتاع تنزانيا واوغندا وكينيا. بس علاش برضه انت محتاج تسال الاتحاد الافريقي ازاي انت بتدي استضافة كاس الامم الافريقيه 2027 لدول انت بتقول ان الملاعب بتاعتها غير صالحه لحد دلوقتي؟ فدي حاجه برضو غريبه ومريبه. بس هو ده الاتحاد الافريقي اللي موجود في قارتنا، اقبله زي ما هو، اقبله بكل الفساد وكل الفشل وكل العبث اللي موجود فيه. لكن للمره المليار لازم ترجع تاني تقول مبروك للمملكه المغربيه، وترجع تاني تقول هو ازاي الجزائر ما كانتش قادره ان هي تخلص 2027 مع السنغال ومع ملف تنزانيا وغندا وكينيا. في حاجات كتير في الاتحاد الافريقي عمرك ما هتفهمها، انت محتاج ان انت تروح تجيب عالم فيزياء او عالم كيمياء علشان تفهم ايه اللي بيحصل حرفيا في اروقه الاتحاد الافريقي، اكتر ولا اقل. هتقول لي فير بلاي ومش 2027 اثبتت ان الموضوع بعيد كل البعد عن الفير بلاي، انما 2025 المغرب حاليا جاهزه. خلينا نكون متفقين برضو، عشان في مغاربه كتير يجي يقول لك انت بتشكك في الكاف. انا مش بشكك في الكاف، انا عارف كده كده ان الكاف مؤسسه فاسده، يعني دي حاجه انا عارفها ودي حاجه انا متاكد فيها، فانا مش محتاج ان انا اشكك لك في الكاف. بس هي فعلا المغرب تستحق، والمغرب تستاهل ان هي تنظم البطوله، والمغرب عارفه اللعبه بره وجوه. عندي ملاعب نظيفه، عندي شبكه طرق كويسه، عندي بنية تحتية كويسة جدا، عندي علاقات في الكاف، خلاص انظم البطولات غصب عن اي حد. ولكن السؤال المهم برضو بالنسبة لدكتور اشرف صبحي، ازاي دلوقتي اتكلمت في الاعلام والميديا على ملف مصر، وازاي دلوقتي اتكلمت ومفيش ملف اصلا؟ يلا ادينا بنتفرج وادينا بنضحك، وده اكتر حاجة غيظاني بصراحة، وهي فكرة ان انت تقول ان انا هترشح وان انا موجود ومترشح، واصل المواقع المغربية تقول لك مصر اقرب لاستضافة 2027، واصل المواقع الجزائرية تقول لك مصر اقرب، وفي الاخر مفيش اصلا ملف. حاجة غريبة ومريبة بصراحة. أتمنى دكتور أشرف صبحي يفهمنا إيه اللي حصل مع ورقة استقالة جميلة كده.